للدخول هذا المرة يعني تميز بأربع أو خمس يعني الأشياء أو جوانب. الجانب الأول هو العدد الكبير المتربصين، يعني احنا خصصنا أكثر من 11685 مناصب تكوين، ولكن الاستجابة كانت أكثر من توقعات. يعني اليوم إلى يوم 10 أكتوبر كانت التسجيلات 9450 مسجل، منهم 3832 يعني متربصة إناث. المعطى الآخر هو عدد المؤسسات الجديدة المستلمة اللي دخلت في الخدمة، يعني كان مؤسستين مؤسسة سيد البشير ومؤسسة حي النجمة تضاف إلى شبكة المؤسسات المتوفرة. وبطبيعة الحال في الدخول القادم إن شاء الله نستقبل مؤسسات جديدة حتدخل بعد الدعم والشبكة المتوفرة. المعطى الثالث هو التخصصات الجديدة المقترحة، يعني زدنا 9 تخصصات جديدة، منها 6 تخصصات متوجة بشهادة و3 تخصصات متوجة بشهادة تأهيل.